أنا اسمي محمود، عمري 12، صف الرابع. قطعت عن المدرسة 5 سنين، درست الأول والثاني بسبب الحرب. وقفت المدارس، ما هو في مدارس. طريق المدرسة كان في مدرسة جنبنا، بسبب الحرب دمرت، فتحت وحدة بالصاحور. صرنا نروح أنا وأخواتي مشي مشوة بعيدة عشان نحقق أحلامنا. حياة قبل بشهرين كان في حصار، دم قهر وضرب، قلنا حسين نطلع لبرا. الأولاد قلن يجوا يدرسوا يتعلموا يحققوا حلمهم يرجعوا المدرسة.